إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً. مؤسسة وسيط المملكة تنظم اليوم لقائها السنوي مع مخاطبيها الدائمين لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، وهذا اللقاء هو مناسبة باش ندرسوا أولاً التطور الحاصل في علاقة الإدارة بالمرتفق، وهو ثانياً مناسبة لتقييم هذه العلاقة ومدى انسيابيتها، ثم هو أيضاً مناسبة لاستعراض خلاصات التقرير السنوي الذي تم رفعه إلى جلالة الملك نصره الله. هذه المناسبة هي فرصة لكي تؤكد المؤسسة على أن هناك واحد التقدم ملموس في علاقتها مع الإدارة، وهذا التقدم يظهر أساساً من عدد الملفات والقضايا التي تم تسويتها، بحيث استطعنا نسويو 1176 قضية دون اللجوء إلى توصيات. هذا التقدم أيضاً كيظهر من خلال عدد التوصيات التي تم تنفيذها. النسبة ديال التنفيذ هذه السنة كنسبة سنوية وصلت 120%، وهذا كيعني أننا نفذنا توصيات من التوصيات المتراكمة. لكن كنأكد بأن هذا الأمر وهذا التقدم ليس كافيا، ولا زال ينتظرنا الكثير، لأن الهدف هو مأسسة علاقة الإدارة بالمواطن ومأسسة علاقة الإدارة بمؤسسة الوسيط من أجل انسيابية يتمتع فيها المواطن بعدالة الارتفاق العمومي، يتمتع فيها المواطن بكل حقوقه، لأن الانتظارات وتطلعات المواطنين كتتطور، والإدارة يجب عليها أن تطور آليات تدخلها من أجل إرساء ما نسميه الآن بالنموذج الارتفاقي الجديد. دونك حنا جد سعداء لحضور هذا اللقاء التواصلي بمقر مؤسسة وسيط المملكة من أجل تبادل الرؤى، من أجل طرح ما تم تداوله بين مؤسستينا، وكذلك التطرق لمختلف الإكراهات التي قد تواجهنا في تدبير قطاع التغطية الصحية. احنا تنحضروا لهذا اللقاء، هو لقاء تواصلي اللي غيتم فيه التداول يعني حول ما تم تداوله من شكايات وتظلمات المنخرطين يعني بالنسبة للتعاضد العامة المرتفقين برسم سنة 2021، ونعتبره هو فرصة كذلك لطرح مختلف الإكراهات التي تواجهنا في التغطية الصحية الإجبارية جميعا في هذه القاعة وفي هذا الوطن العزيز.